مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله انتم بخير. اليوم حنحضر على الفطور اكلة تاكو المكسيكية، اكلة سهلة وسريعة. تعالوا وياي وشوفوا المكونات اللي احتاجه بهاي الاكلة. اول شي طبعا هو صدر الدجاج، قطعته الى مكعبات وسط، يعني لا صغيرة ولا كبيرة، تقريبا كيلو وربع من صدر الدجاج. وراح احتاج الى فلفل عدد 2 او فلفلايات 2 فرمتهم. إذا عندكم فلفل ألوان طبعا بعد أحسن، بس أنا ما عندي اليوم فلفل ألوان، بس فلفل أخضر. وحبتين من البصل ترميتهم، وجبنة الموزاريلا. وراح أحتاج العلبة من الذرة. والبهارات اللي راح أحتاجها هي الفلفل الأسود والسبع بهارات، وطبعا الملح، وعلبة من كريمة الطبخ. وراح احتاج بهاي الاكله الى الخبز، خبز اللافاش او هنا مثل ما يسموه لافاش، او خبز التورتيلا. وهذا بالنسبه للموجودين بتركيا، موجود بماركت البيم او ماركت اليوز بير او 101، وحتى سعره مناسب. فتابعوا الفيديو حبايبي وشوفوا اول شيء ايش راح نسوي. حضرت الطاوه وضفت عليها الزيت، يعني شويه من الزيت مو هوايه، وبس شوية انتظر يعني يحمى الزيت، وراح اضيف عليه البصل. يذبل بس عندي شوية البصل، وبعدين اضيف عليه الدجاج او صدر الدجاج. بس شوية انتظره يذبل. هاي ذبل عندي، شوفوا البصل، راح اضيف عليه صدر الدجاج. واقلب. هاي شوفوا بعد ما تغير لون صدر الدجاج، راح اضيف عليه الفلفل. واقلبه شوية بالفلفل. راح اضيف عليه، اشوف ايش قد احتاج من الذرة. هاي واحد، اثنين، اربع ملاعق تقريبا من الذرة، واقلبهم. وراح اضيف عليهم البهارات والملح. هاي سبع بهارات، رشة من سبع البهارات. ورشة من الفلفل الاسود. وراح اضيف عليها اني مكعب ماجي. واقلبها بالبهارات. ونسيت اقول لكم راح اضيف عليها تقريبا يعني ملعقة من الطعام معجون. بس اقلبهم واجيب المعجون حتى اضيفه عليها. وراح اضيف ملعقة طعام من المعجون حتى يعطيني لها لون، يكون لونها حلو وطعام.
حضيف عليها الملح. نقلبها شوية. وراح اضيف عليها كريمة الطبخ. اقلبهم واخليه شوية يتسبك. طبعا حتى تطيب يعني الطعم بعد اكثر ونكهة راح اضيف عليها شطة، والشطة هاي حسب الرغبة انتو، اذا يعجبكم انه تكون يعني حارة فاني راح اضيف عليها شطة، احنا يحبوها يعني حارة. هاي راح اضيف عليها شطة. وراح اتركها شوية تتسبك وبعدين شوفوا الطريقة اللي وراها. الخطوة اللي بعدها بعد ما تسبك عندي صدر الدجاج هاي مثل ما تشوفوا، راح اخذ خبز التورتيلا هاي واي كاسة عندكم او اي شيء انتو تريدوا الحجم، انا على حجم هاي الكاسة، وراح اقسمها اسويها دائرتين. شوفوا شوفوا مثل هيجي تكون هذا الحجم. هاي راح اقسم هاي هم قدامكم. شوفوا شلون صارت، وراح اطويها شوية واخلي كمية من الحشوة اللي عندي. وراح اضيف عليها جبنة الموزاريلا عادي، خلوا يعني قد ما تقدرون جبنة الموزاريلا تعطيها نكهة. وراح اجي ارصها هنا بالصينية. اول مرة هسه انا راح اخليها هاي هيجي حتى ارص كم وحدة واشوفكم. شوفوا الصينية شلون سويتها، شلون رصيتها كلها الخبز والحشوة بي والجبن. وراح ارش شوية رشة خفيفة من فوقها من الموزاريلا وعلى الفرن دقائق، يعني مو هواية على الفرن، بس يعني الفوق بس شوية يذوب الجبن. هاي راح ادخلها بالفرن وانتظروا النتيجة. شوفوا النتيجة النهائية شلون صار شكله حلو وشلون محمص. وهاي راح ازينه بالنعناع او اي شيء انتو عندكم تزينوه. نعناع او معدنوس. وصلنا نهاية الفيديو حبايبي، يا رب ان شاء الله نال اعجابكم وجربوا هاي الطريقة وانطوني رأيكم بتعليقاتكم الحلوة، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. مع السلامة.